خل أشوفكم أيضاً مقطع آخر لطريقة احتفال غريبة، وأريد ثامر يعلق لي عليها. أعطوني إياها شباب. هاي بعد الهدف على الطلبة لثامر. شنو هاي؟ سولف لي. والله مثل ما تعرف يعني أنا كنت أنا مضروب بها يعني قبل ما هدف كنت مضروب من رضا نصر الله زي. تحياتنا له يعني بالكرة القدم كل شيء يصير بها. دول جماعتي كلهم بالسكن. يعني كنا إحنا موجودين بالسكن ونقعد، فأكثر واحد يشاغلني يعني حتى بالسكن. يعني أنا أكثر واحد مقتول قصدك؟ لا لا عشان مقتول فاكهة السكن فاكهة السكن ثامر إبراهيم يعني هل شبعوك كتل؟ لا هم هاي يعني لا هاي قصة شقة صارت هاي بس قصة. أنا قلت لهم إنه إيش راح أجيب عمامة خليهم مرة الجو خاف أقوى شنو القصة؟ لا هاي ثامر كان بيها يعني ذكر إنه ضربته كان بيها فقدان وعي نصفي يعني نص هسه لو شوف طلعت لي انك متمشى حد هسه والله حد هسه خد ربتي يعني لو شوف الشكل هسه قدام لو نوضح له يقول انا ما اشوف اجاني قال لي كارتي كش ما دا اشوف قدامي اي شلون ضربك هو ضرب عكسيه اي والله تعمد بها طرد والله والله هي طرد بها طرد والله يعني لانه هاي كلها منها دا اشوف عليها انه قلت لازم اطلعه جتني فرصه قبلها قبل الهدف فرصه اسهل من هاي ما شفتها بس انا كنت يعني متاثر بالضربه حيل حتى ما مرك